برضو النهاردة ظهرت على السطح أن هناك مشكلة في مباراة السوبر المحلي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك بطل الدوري وبطل الكأس. النهاردة اتقال في كلام كتير جدا أن مباراة السوبر مهددة بالإلغاء من لأن هناك اختلافات على حقوق الرعاية وحقوق التسويق وكذا وكذا وكذا. الحقيقة يعني حاولنا نعرف الموضوع، ولكن في النهاية النادي الأهلي ليس له علاقة بهذا الموضوع. النادي الأهلي حتى هذه اللحظة المباراة هتتلعب، ودي معلومة شخصية ماليش أي علاقة بأي حد يعني، لكن هي معلومة أنا متخيل إن 99% الماتش هتلعب عادي، يعني ما هو إلا مجرد ده بياخد من ده حاجة وده بيزق في ده حاجة، فالأمور هتمشي في هذا الاتجاه. ولكن بنسبة كبيرة جدا المباراة إن شاء الله هتتلعب في ميعادها يوم 20، مش بنسبة كبيرة، لم يكن 90 95 99% ان شاء الله. وهنؤكد لحضراتكم خلال الايام القادمه على هذا الموضوع، لان هي بعض الامور التسويقيه الخاصه بالتسويق ومين هيذيع الماتش ومين مش هيذيعه، حاجات كده تخص الشركات الراعيه، وان شاء الله اعتقد الامور دي بتبقى فيها يعني بيوصلوا لحل وبيوصلوا لاتفاق في المنتصف ما بين هنا وما بين هنا، علشان كل الجمهور المصري اللي بيتفرج او كل العرب الحقيقه او كل الافارقه اللي هيتفرجوا على هذه المباراه يكونوا مستمتعين.